اثنين مطالب الثورة فين؟ واحد اثنين مطالب الثورة فين؟ واحد اثنين مطالب الثورة فين؟ يا شعبان الثورة فين؟ إعادة محاكمة المتهمين في القضية 8 سنة 98 عسكرية عليا، والمتهم فيها محمد ربيع الزواهري أخو أيمن الزواهري والدكتور محمد عبد العزيز الجمل، محمد يحيى عبد العزيز الجمل وعادل سرحان، وعليهم الأول والثاني عليهم حكم بالإعدام، ومرجان مصطفى سالم وعليه حكم بالأشغال الشاقة المؤبدة 25 سنة، والمتهم سيد إمام وعليه حكم أيضا بالأشغال الشاقة المؤبدة. وكانت النهاردة القضية منظورة تحقيق مع الشهود هذه الدعوة، وحضر من الشهود المطلوبين فيما عدا يعني لم يحضر ضابط التحريات ولم يحضر ضابط المباحث الذي قام بعمليات القبض على المتهمين، لكن حضر شهود الإثبات المحبوسين في هذه القضية أيضا في داخل السجن، وبعض المفرج عنهم اللي تم الإفراج عنهم وقضاء العقوبة الموقعة عليهم. والجميع طبعا تعرض لتعذيب كما ذكروا جميعا أمام المحكمة العسكرية، الآن تعرضوا لوقائع تعذيب بشعة وغير عادية عشان يقولوا هذه الأقوال التي كانت يعني دليل اتهام ضدهم في القضية والسبب في صدور الحكم ضدهم. وكان من هؤلاء الشهود السيد محمد ظاهر، يوسف عبد الحميد، محمود حسن، محمود محمد سلامة وأحمد سلامة ومبروك، محمد شوقي سلامة، ودول شهود محبوسين وعليهم أحكام، بالإضافة إلى آخر شاهد آخر عصام عبد التواب ده من بني سويف. وهؤلاء الشهود شاهدوا جميعا أن المتهمين تعرضوا لتعذيب شديد جدا جدا، وأنهم نفسه أن الشهود ذاتهم تعرضوا أيضا لتعذيب، وهذا التعذيب يعني كان السبب المباشر في الإدلاء بالأقوال ضد هؤلاء المتهمين. والمحكمة سمعت حتى اليوم حتى الآن الساعة 5 بعد المغرب أو المغرب، والقرار سوف يصدر بتأجيل نظر الدعوة لسماع شهود الضباط يعني في الغالب على يوم 22 أو يوم 21 11. كانت النهاردة قضية العائدون من ألبانيا في الحي العاشر المحكمة العسكرية، وكان المتهم الأساسي فيها محمد الظواهري وأيمن الظواهري. النهاردة كان بنستمع لأقوال الشهود. الشهود جم النهاردة جميعا وأدلوا بأقوالهم أمام المحكمة بأنهم ليس لهم صلة بمحمد الظواهري ولا بأيمن الظواهري. جميع أقوالهم التي تمت مخالفة قطعا للأقوال التي قالوها النهاردة في المحكمة، حيث انهم انكروا صلتهم بمحمد ظاهري وانهم لم يتم القبض عليهم في اي جهه من الجهات التي قالوا عنها في النيابه سابقا، الا ان كان تاكيد المحامين واقوال المحامين مصممين على ان على اخلاء سبيل المتهمين من المحكمه، الا ان ذلك انا عرضت ذلك لان ذلك يخالف للقانون، لانهم جايين منقوضين النقض، جايين منقوضين من محكمه نقض على المحكمه هنا، المحكمه انزلتهم ايه مباشره للمحاكمه، وليس جايين من الحبس الاحتياطي، لانهم لو كانوا جم من الحبس الاحتياطي هنا كنا ممكن نتمسك بانه قعد سنتين ويجب اخلاء سبيلهم، انما دول ما نقدرش نطلب باخلاء سبيلهم لانهم جايين منقوضين من محكمه النقض. النهارده استمعنا الأقوال جميع الشهود بعد أن انكروا صلاتهم محمد ظاهري، وتأجلت الجلسة ليوم 29/11 بعد انتخابات المحامين والإعادة لسماع أقوال الضباط. وبعد سماع أقوال الضباط سوف يتم المرافعة، وإن شاء الله بإذن الله نخلص من حكاية المرافعة وتحكم فيها المحكمة بإذن الله ويكون حكم. الحمد لله والصلاة والسلام. اليوم طبعا كان يوم 15، كان إعادة المحاكمة العسكرية للباشمهندس محمد الظواهري والضابط سابق بالقوات المسلحة عبد العزيز الجمل. اليوم طبعا كانت المحكمة العسكرية كان الجو كان مضخم بالأهالي ولحضور القضية، وكانت جلسة سماع شهود
من رئيس المحكمة، وتم سماع شهود بعض الإخوة اللي أثبتوا فيها ما تعرضوا لهم من أصناف وألوان التعذيب الشتى في قضايا أصلا لم يثبت عليها دليل واحد ولا شبهة دليل ولا مران ولا تحمل سمة إدانة لأي منهم، إلا أن الظروف اللي كان نتمتع بها النظام السابق كانت تحتم على تسكين الطيار الإسلامي داخل السكون وتغييبه عن الواقع واستخدام إرهاب الإسلاميين كفزاعة للغرب وخاصة أمريكا، وما كان يحاك للإسلاميين من تحجيمهم سواء على المستوى الإقليمي أو على المستوى الدولي أو على المستوى المحلي، ولكن الحمد لله رب العالمين أزيحت هذه الغمة، ونسأل الله أن يتم النعمة على الجميع، ونطالب من هذا المكان بالإفراج الفوري عن جميع المحكوم عليهم السياسيين في قضايا السياسية في عهد حسني مبارك، ونطالب بعودة المغتربين الذين تم تشويدهم ما بين لجوء سياسي وما بين مطاردين في الدول الأخرى من المصريين الذين يجب أن يتمتعوا بالعودة إلى بلادهم وأن يستقبوا ويعيشوا حياة هنيئة راضية متمتعين بالأمن والأمان في هذا البلد.